الكليات ديال الايكولوجي، العمل اللي دار في الورشه ديال العرايش دار ان بوتي كونفاكسيون، واحد المخطط صغير على 3 موا، هو اللي غادي يكون هو لاباز ديال الخدمه ديالنا اليوم. وعلى هذاك الاساس بغينا نخرجوا بمخطط عمل اللي هو مدقق واللي هو فعلي واللي صالح للتنزيل. هذا هو الاوبجيكتيف ديال الورشه اليوم. نتوما المطلوب منكم الان هو نرجعوا اولا باش درنا لا بريزونطاسيون، نرجعوا النتيجه ديال الورشه الاولى باش ما تكونش لنا اعاده ديال العمل. يعني لا ديسكوسيون مرحبا بها وكلشي، ولكن خصنا نركزوا على اشنو نقدروا نديروا وكيفاش نقدروا نطوروا هذاك المخطط العمل اللي خرجنا به من الورشه، وشنو هما الحوايج اللي نقدروا ندققوها اكثر. يعني شكون غيتكلم بالأرشيقة اللي تكلمنا عليها، شنو هما الحوايج اللي نقدروا نمشيو في الاتجاه ديالها، شنو هما لي ريونيون اللي جايين نقدروا نديروهم في اي اتجاه. يعني هذا هو الشيء ركزت في الاول ديال الورشه، لاننا العمل اللي كنخدموا به اليوم هو عمل تسهلوا العمل ديال المجموعه، يعني هو تلقى عمل ديال المجموعه، وليكم نتوما انكم تحددوا طريقه الاشتغال اللي بغيتوا نشتغلوا بها من هنا لقدام ان شاء الله في كاع الاجتماعات اللي جايين باش نخرجوا بعد مخطط العمل. يعني هذا هو الاوبجيكتيف، هو الهدف المشترك بيناتنا اليوم.